عيد هو عيد عظيم جدا 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 الحقيقة. المسيح له المجد، تاخدوا كده بالكم في الإنجيل كده، قال لنا مش هترككم يتامى، أنا مش هترككم يتامى، هديكم الروح القدس معزيا آخر. يعني إيه معزي آخر؟ المسيح وهو مع التلاميذ له المجد كان بيعرفهم كل حاجة، يقول كده ايه، ازاي انا علمتهم كل كلامك حق، انا اديتهم كلامك، انا اديتهم كلامك، وعرفنا مين هو الاب. لكن بعد شوية لما المسيح صعد للسماء، هم كانوا مسنودين بالمسيح له المجد، الحب بتاع المسيح وصل لهم، المعرفة كلها وصل لهم، القوة بتاعت المسيح معاهم، ينتهر الريح، يقوم الأموات، يعمل عمل عجيب جدا، يحول الخبزات والسمكات للجموع دي كلها تاكل، عمل عجيب ومحبة كبيرة، وأهم من ده كله محبته ليهم، سندهم. عارفين الواحد لما يبقى له سند كده، فجأة المسيح قال لهم انا ماشي وسايبكم، هتمشي فين؟ تسيبنا ازاي؟ نقعد ازاي من غيرك؟ مش هنبقى مسنودين، هنبقى مكلومين وتعبانين ونبقى يتامى من غيرك. فالمسيح قال لهم لا ما تخافوش، انا هديكم معزي اخر. شفتوا السنده اللي كنت سندها لكم دي، وكنت معاكم باستمرار كل وقت، وكنتوا بتشوفوني وبتحسوا بيا وانا فرحانين بيا وانا في وسطكم، برضه هيبقى كده، بس هيبقى في معزي اخر. المعزي الاخر ده اللي هو الروح القدس. فكلمه معزي اخر يعني يسندهم في الدنيا دي. طب اللي ما عندوش المعزي الاخر ده، يعني اللي ما عندوش الروح القدس، يبقى غريب عن الله وغريب عن الحب، غريب عن نعمة ربنا، مش شايف ربنا ولا عارفه. المعزي الآخر ده اللي هو الروح القدس يخلي المسيح حاضر معانا، فيقول كده يحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. يحل إزاي؟ يحل إن الروح القدس يخليه حاضر معايا ويخليني أشوفه. أشوفه بإيه؟ بعينيا؟ لا، أصلي العينين تشوف الحاجات المادية لكن ما تشوفش الحاجات الروحانية، لكن الروح القدس المسيح له المجد ولدني تاني من الماء والروح، وبقيت أقدر عن طريق الروح القدس أبصر أشياء أخرى، أشوف المسيح وأشوف الله بطريقة روحية، أسمع صوت المسيح وحنيته تدخل جوه قلبي ومعرفته وعظمته، أبص ألاقي نفسي عارفها كويس قوي. الناس الروحيين حاجة والناس الجسدانيين حاجة. الجسداني ما عرفش غير الإيه، غير الأمور الجسدية، لكن الروح القدس ده يخلينا روحانيين ويخلي المسيح معانا ويخلينا فاهمينه كويس قوي وعارفينه كويس قوي، لدرجة إنه عايش معانا وإحنا معاه. عشان كده المسيح له المجد قال للتلاميذ كده، قال لهم عن الروح القدس ايه؟ قال لهم ان هو هديهم الروح القدس يخبركم عن ايه؟ عن كل ما لي يخبركم بيه. يعني ايه؟ يقول ايه؟ كل انه يعطيكم كل ما لي. ازاي يا رب؟ ازاي الكلام ده؟ عن طريق الروح القدس، لانه يخبركم، ياخذ مما لي ويخبركم. يعني ايه يخبرنا؟ يخبرنا ازاي؟ يعني يفتح اذاننا روحيه بحيث نسمع صوت ربنا ونشوف حنيته وهو بيتكلم. من ساعات كده لو اب او ام عيله مخضوض بالليل وقال له قاعد ينادي يا بابا بتاع، يلاقي صوت ابوه يقول له ايوه يا حبيبي انا معاك، يسمع الصوت يطمن. اهو الروح القدس يخليني اسمع صوت المسيح اللي بيحبني واشوف وعوده الجميله في حياتي وابقى متاكد منها، والروح القدس يفتح عينين روحيه يخليني اشوف ملكوته، اشوف نعمته، اشوف مجده، اشوف عظمته، ابقى متاكد منه، فياخذ مما لي
ويعمل ايه بقى؟ ويخبركم بالمنظر ده، يعني يعلن لنا. وده اللي قاله معلمنا بولس الرسول، قال ما لم تره عين، ما لم تسمع به اذن، ما لم يخطر على قلب بشر، ما اعد الله لمحب اسمه القدوس. لغايه كده حلو، بس احنا ما شفناش حاجه. لا، راح مكمل بقى وقال ايه، لانه لو قال كده بس يبقى بيحنسنا، لكن كمل وقال هذا اعلنه الله لنا بروحه الايه القدوس. فالروح القدس ده يعلن لي، يعرفني، بحيث لما اعرف ربنا مش المعرفه بتاعت الكتب، الله ساكن في السماء، الله مالئ الكل، كلمتين كده وخلاص. لا، ده بالروح هعيش معاه واعيشه وابقى حاسس بيه وعارفه ومتاكد منه، لدرجه ان انا ابقى متعزي بيه وفرحان بيه. انبابولا عاش لوحده 70 سنة 80 سنة، حرام يعيش لوحده. حد يقول كده؟ حرام يعيش لوحده لو لوحده، لكن ما كانش لوحده، الروح القدس كان موريه مين هو المسيح، فعايش مع المسيح في المكان ده، والروح القدس كان بيسمعه صوت المسيح بيشجعه وبيفرحه وبيديله سلام. ده المعزي كده، معناها المعزي. المعزي يعني هياخذ مما لي، ياخذ، خلي بالكم، يعني هيديني حاجه، ياخذ مما لي من المسيح ويديني، يديني محبته، يديني سلامه، يديني اطمئنانه، يديني ثبات فيه وقوه ومعرفه عنه، ويديني ايمان عنه، يديني صلاحه، ياخذ مما لي وايه ويخبركم. يبقى لما يكشف لي ويعرفني هعيش انا بالروح القدس والمسيح معايا. عشان كده يقول لنا المعزي الاخر ده ساكن معكم وهيدوم معاكم ويدوم فيكم. ايه العظمة دي، ايه العظمة دي. عشان كده معلمنا بولس الرسول لما راح يخدم، هتخدم ازاي معلمنا بولس الرسول؟ عندك علم؟ قال عندي علم غمالائيل، وكان راجل الفلسفة اليونانية عارفها، وكان راجل روماني وله علم، بس لما راح يخدم ما خدمش بالعلم بتاعه. فقال لهم كلامي وكرازاتي لم يكون بكلام الحكمة الإنسانية المقنع. يعني انا مش ان انا راجل فيلسوف ولا راجل لبق شويتين كده، فاقدر اللي قصادي اقعد بقى اكلمه كلام كده عقلي كده كبير كده يقنعه بالمسيح. ساعات ناس كده يقول لك اقنعني، امال هتعمل ايه بولس الرسول؟ قال لم يكن بكلام الحكمة الإنسانية المقنع، بل ببرهان الروح. ايه برهان الروح ده؟ برهان الروح، الروح القدس يعمل جواك وجوايا ويديك البرهان، يديك تبقى متأكد، يديك سلام تقول السلام ده عمري ما دقته قبل كده. السلام ده يخليك تفرح بالمسيح جدا جدا جدا، وتتأكد ان ده سلام سماوي، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. العالم بيدي سلام واهي، يفرحك بحاجة يقولك ما تخافش، وبعد شوية تطلع تخاف، شوية يقول ما تخافوش في قوة وبتاع، وبعد شوية يطلع الطعم اللي قالوا عليه يطلع مش قد كده مثلا، يخوفونا تاني واحنا مش عارفين هو الطعم كويس ولا ممكن في مش عارف متحور يعمل، ما نعرفش. فسلام العالم طالع ايه؟ طالع ايه؟ نازل. لكن سلام المسيح لا. فعشان كده ده برهان القوة والروح، برهان الروح والقوة اللي بيسيبها المسيح في نفس الإنسان المسيحي، لدرجة انه يغلب الموت ويغلب الايه. تلاقي الشهداء غلبوا الموت. غلبوا ازاي دول؟ الجماعة البسطة بتوع قرية العور، ولادنا بتوع ليبيا دول ناس بسطة خالص، رايحين ياكلوا عيش. ازاي غلبوا الموت؟ لأن الروح القدس لما اداهم برهان الروح والقوة، بقت فيهم قوة، ما يخافش من الموت، في قوة شايفها كويس قوي. تقول له متأكد؟ إلا متأكد، ده أنا في ملء القوة. استفانوس يشوف السماء مفتوحة. إيه استفانوس ده؟ أصل الروح كشف له وشوفه السماء وشوفه المسيح، بقاش خايف من الموت. فهو ده برهان الروح، برهان الروح وقوة جوايا، قوة جوايا، قوة تخليني أغلب الكراهية،
قوة تخليني أغلب العالم بضيقاته بمشاكله. عشان كده لما تسمعوا النهاردة في الكاسيليكون اللي تقرا يقول له كتبت إليكم يا الأولاد لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم، ويتكلم كلام كبير زي كده. منين جات لهم القوة دي؟ برهان الروح، الروح اللي ساند، الروح اللي معزي، الروح اللي مخليهم حاسين ان هم في السماء وهم في الارض لسه، لكن حاسين ان هم في السماء. ده الروح القدس المعزي، هو ده المعزي اللي ادهولنا المسيح للمجد، قال يمكث فيكم ويقعد معاكم. تقبلوا الروح القدس. طب وانت رب؟ قال ده كاني مش انا، كاني انا قاعد معاكم وموجود معاكم، ده المعزي الاخر. ساعات ناس تقول طب واحنا المسيح يا بختكم، التلاميذ شافوا المسيح ومشوا معاه، واحنا كمان يا بختنا خدنا الروح القدس المعزي، العطية العظمى اللي بتخلينا نشوف المسيح ويحل بالإيمان في قلوبنا ونشوف السماء واحنا في الأرض وعايشين في الأرض. كل ده يجي ازاي؟ كل ده ما يجيش من غير ما نمتلئ من الروح. تقول لي ما احنا خدنا الروح في المعمودية لما ادهنا بالميرون. بس لازم نمتلئ من الروح. لما بنصلي بنتملي من الروح وقوة الروح. استفانوس كان مملوء من الروح القدس وحكمة، عشان كده كان بيتكلم بقوة، كلم بنعمة، فرحان، بصص للسماء، مش همه حاجة. هل أنت مملوء من نعمة الروح القدس؟ أم أنت الروح القدس حزين فيك؟ لو الروح القدس حزين يحزن من إيه الروح القدس؟ يحزن من الخطية، يحزن من البعد عن الله. الله مشتاق إن يقعد معانا وعايز يقعد معانا وعايز يدينا، والإنسان مش فاضي، مش فاضي يمتلئ من الروح القدس، مش فاضي للصلاة، مش فاضي للإنجيل، مش فاضي لربنا، عنده اهتمامات تانية، مش فاضي مش فاضي مش فاضي مش فاضي. بعيد عنكم ينشف ويجف. لكن لما يبقى ايه؟ الروح القدس شغال فيه. الروح القدس ده زي ميه جاريه بتجري، ميه بتجري ما بتقفش، عايزه تجري وتجري 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 وتملاني تاني وتالت. ما ينفعش اقف، ما ينفعش ما يبقاش شغال فيا. لما يبقى مش شغال فيه، عارفين عين الميه اللي ما بتطلعش ميه وبتجري تعطن بعد شويه وتعفن وما بقاش فيها ايه، بقاش فيها نعمة. فعشان كده الروح القدس عايز يجددني باستمرار ويشتغل فيه، عايزني اخد منه باستمرار، يقول خد تعالوا يا العطاش، خدوا اشربوا مية ببلاش. الروح القدس هيدي ويروي ويخليكم مروين دائما. انتوا عندكم استعداد تاخدوا ولا لا؟ في الصلاة باخد النعمة الروح القدس، تنفتح عيني وامتلئ من الروح القدس، اشوف المسيح زي ما شافه استفانوس، واسمع صوته بيكلمني وبيكلمني بحب. احكي لكم حكاية في مرات عن موضوع الصلاة ده. كان في قصة بتقول ان مبشر من المبشرين الامريكان اللي راحهم افريقيا يبشروا سنة 1800 وشوية، كانتش لسه الطيارات في الوقت ده موجودة قوي. فالرجل المبشر راح بشر هو ومراته، قعدوا 30 سنة عجزوا في افريقيا، كبروا قوي في السن، وبعدين رجعوا على بخر من البواخر. في الوقت ده رئيس امريكا كان راجع من افريقيا، روخر كان في زيارة وراجع لامريكا، فلقوا زيطة وهيصة وبتاع. الراجل ثابت على نفسه، الهيصة دي كلها للرئيس، طب وانا خدمت ربنا 30 سنة ما حدش يقول لي متشكرين. المهم الراجل ركب المركب، وصل امريكا، لقى في امريكا مستنين الريس بزيطة وهيصة وبتاع، وهو ما فيش حد من اصحابه اللي كانوا معاه نسيو، خلصت خلاص. بعد شوية راح الراجل هو ومراته ساكنوا في شقة، وشقة كده على قدها تفهموش بتاعتهم ولا ايه، قديمة ولا ايه، المهم ساعة وحالتها حالة حدش بيهتم بيه. الراجل كان زعلان قوي، يقول انا خدمت المدة دي كلها وما حدش يهتم بيا. فمراته غلبت منه كل شويه، زعلان زعلان زعلان، قالت له ادخل قول له بقى، ادخل صلي كده وقول له الكلام ده. فدخل عشان يصلي، بعد ما صلى طلع بيبتسم وبيضحك كده. قالت له ايه؟ قال لك ايه؟ رد عليك؟ قال لها رد عليا وقال لي مش دلوقتي، اصبر شويه، المجد بتاعك هتاخده بس ايه مش دلوقتي. ايه اللي حصل؟ الروح القدس كشف له ان في امجاد جايه، وراله السماء ومجدها، طمنه الروح القدس
ان اجرك مش هيضيع هدر. فابتدى يتعزى ويتقوى، طلع مبسوط وفرحان تاني. اوكي، فده الروح القدس المعزي اللي بيعزي. بتتعامل مع الروح القدس في صلوات وانجيل واهتمامات وتطلبه ولا ما بتطلبوش؟ لو ما بتطلبوش انت جاف وتعبان والميه ناشفه جواك، لو بتطلبه انت مثمر وفرحان والروح القدس له ثمر فيك، محبه وفرح وسلام وطول اناه ولطف وعفاف وصلاح وايمان. يا ريت كل واحد فينا يمسك كده هو تفلاه ويبتدي يصلي ويتملئ من الروح القدس ويتعزى. المسيح ساب لنا معزي في الدنيا الصعبة دي، وهو هذا المعزي يريد أن يعزينا عشان ما يسيبناش يتامى أبدا، ولكن نبقى مسنودين بيه. ربنا يديكوا ودينا كلنا إن احنا نبقى متعزيين بنعمة الروح القدس، ويدينا معرفة الله، ويدينا الغلبة، لأن الله يبقى حاضر فينا وحل فينا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.